تعرف شنو هذه؟ ترى هذه جريمة يعاقب عليها القانون وممكن تدخل السجن بعد. لا، ويروحون ينبشون عاد بمكتبك القديم ويطلعون كل الملفات القديمة، وحتى مكتبك هذا ممكن يتسكر. ما علي حبيبتي، انت زين اصلا ما فيك شيء. انا بس هديت دوامي عشان اجابل عيالي واجابل بيتي. ولا انت ما فيك شيء؟ ان شاء الله الله يرزقك ببيت ثاني ومعازيب زينين. روحي روحي لمغراضك. يلا 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 المكتب المكتب. ها غصون حياك، تعالي تعالي تغدي ويانا. تغدى وياكم؟ انا شميت ريحه الدسم بطني قام يعورني، شلون تاكلون هالاكل؟ اي مو لازم، روح اسوي لك بيض وطماط اكلي، انت بتاكلين كيفك. اللي بيحوشكم الضغط والسكر والسرطان من هالاكل هذا اللي تاكلونه. انت ما يطلع من حلجك كلمه مثل الناس؟ انت بتاكلين حياك، ما تبي تاكلين يلا روحي. اشتراني بعد ما حطت لي سم هذا. اي حطت السم لا تاكلين. هلا ايوب. يما شلونك؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. بشرنا عنك. والله الحمد لله. هلا هلا خالتي. هلا فيك. يما امشي معنا، انا اشتري لك كل اللي تبينه. لا لا ما له داعي، انا خلصت وهذاني رايحه. زين عين خلاص انا حاسب على اللي موجودين هنا. لا يما لا تحاسب ولا تدفع فلس. الحمد لله انا اشتغل واقدر اصرف على نفسي. الحمد لله ماني محتاجه حق احد. هابي بيرث داي تو يو. عاد سامحينا الكيكه يعني مو مبين ملامح لان ما خلينا شمعة بالبيت ما حطيناها وهم ما صاروا 48. كل عام وانت بخير. قلت لها يا ابوك، قلت لها بالحجاب طالع احلى، ما صدقتني. تليها شوفها. اي ما شاء الله، مبروك يا اختي ابتسام. الله يبارك فيك. عبد الله انا حامل. مبروك حبيبتي، الف الف مبروك. ليش زعلانه؟ اي بس ناصر سواها مره ثانيه وسافر وخلاني. صارت له مشكله بهولندا، لم كل اغراضه وخذ جنطته وراح، حتى ما كلف على نفسه دز لي مسج. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو أقول لك بس؟ شوربة بنادي عذاري عشان أدخلها حق أبوها. لا يلا 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 أنتي شوربتك. يلا يلا. تشفيك مو صاحية، إشفيك؟ أنت اللي مو صاحية. إيش تبين برأيي؟ وخري عنه. سمينونة. استغفر الله، حرام عليك، مو زين نعمة الله قطعتك. أنت اللي ما تستحين على وجهك. إيش تسوين؟ تصرخون أبدا، أنا شفتك أنت مسخن وتعبان، سويت لك شوربة وغصون يد. كتت الشوربه بالارض. انت من صدقك انت؟ انت يا ناتي ولا شنو؟ ايش بيك؟ ايش رايك تجيب تسكن عندي؟ هو اسكن عندك؟ اي والله خوش راي، اروح الدوام معك وارد معك، شو ابي اكثر من كذي؟ وصليني يارتي بعد. والله ما ادري ايش اقول لكم. شنو ما تدرين؟ قومي شوفي بيتي واختاري الغرفه اللي تبينها. فواز نايم داخل، ما يبي احد يزعجه، تعبان. انتي تخلصين شغل الصاله كله وتنظفين وتروحين المطبخ وتقعدين في المطبخ ما تطلعين منه، فاهمه؟ الحمد لله والشكر. فاهمه؟ فاهمه يبا فاهمه، خلاص توكلي على الله. بدريه هلا ابو مبارك. اذا ما عليك امر بس تجيبي لي ما ياخذ دواي ان شاء الله. تفضل. ايش دعوه؟ كل هذا خايفه من غصون؟ لا خايفه من غصون ولا شيء، بس أنا محترمة قرارك. أنت قلت مالك مرة ترعاك وتهتم فيك إلا غصون؟ على أساس إنه قاعد ترعاني على قولتك. دام إنها هي مو مهتمة فيك ولا ترعاك ولا تبيها،
ليش مخليها على ذمتك كنا ماسكة عليك ممسك؟ إيه خالتي رسول لما طرح مشاري مسكتني وقالت لي إذا قلت حق أحد راح أقول حق الشرطة وشوفهم عصاباتي بالدريشة. إيش فيك وين سرحتي؟ ها؟ لا تبي أسوي لك شيء؟ تدرين شنو أكثر شيء كان يجي في بالي لما كنتي عند هذا اللي ما أدري شنو اسمه خالد؟ كنت أقول كنت أي في بالك تذكرين لي شيء حلو ولا كل مواقفي معك شيء مو زين؟ إيش دعوة فواز يعني؟ إحنا تزوجنا بعض عن حب ويبنى عيال وعشنا مع بعض، أكيد في مواقف وايد حلوة بيننا. تبي أذكرك بواحد؟ يلا. تذكر يوم أول ما تزوجنا قلت لي يلا بدرية روحي بدلي أنا عازمك على الأبراج وأروح ألبس ذاك التيير اللي هالكبر وآخر شيء يطلع عازمني على حديقة الأبراج؟ هذه على قولتهم مدفونة، هذه قصدك إن أنا بخيل؟ لا أنا أبي شيء زين يعني موقف حلو. لا بالعكس، أنا هذا الموقف ضحكني، أنا قاعدة وأنا وتيري هالكبرى قاعدة مرتزة في حديقة الأبراج. لا 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 لا، إذا تبي موقف صج عادي اللي كان يضحك قبل أن نتزوج يوم أعزمك على الصالة السكيتي وانت جاية وكاشخة ومسوية بف هالكبر وانا جاي وانت حسبالك انا اسكت ما ادلي تشيدي ولا تزلقين قدام الله وخلقه وبفك هذا صار على وجهك عاد انا هديتك ومشيت ما فيني خير. زين ما انكسرت ريلي، شلون انسى هالموقف؟ ما انسى. تبين اقول لك شيء وتصدقيني؟ قول. انا وايد احبك، جد وايد احبك، وما تزوجت غصون إلا عشان أحرق قلبك مثل ما حرقتي قلبي، لأن أنت ما تدرين أنت شنو بالنسبة لي. يمكن أنا ما أعرف أعبر مثل الأفلام العربية وأقول حكي حلو وشوية ناشف، بس صديقيني أنا وايد أحبك. أستاذ روان هو أنت اللي أستاذ نصر هيجي إن شاء الله. ليش فيكم شيء ناقصكم شيء؟ لا كله تمام الحمد لله، بس هو البس بتاعنا إن شاء الله جري. إن شاء الله. هلا يبا. هلا هلا. انت ليش ما ترد على تليفوني؟ انا طول اليوم اتصل فيك ما ترد، ليش؟ راسي يعورني وحاط تليفوني سايلنت. زين انا ادق عليك طول اليوم ما تقول هذه تحاتيني مشغوله ارد عليها اطمنها، ليش؟ يبا انت مشغوله ما بيأديك، شفيك؟ ما يخالف بس اتصل فيني طمني عليك. Thank you.
هلا حبيبتي تفضلي. هلا زاد فضلك. حياك الله. الله هلا وغلا حبيبتي سلمك. هلا حبيبتي. انا ادري انه وراك دوام وخلي لا تحاتين بالمطبخ خلي الاكل كله علي. وانا ادري حبيبتي ترى انا هم نفسك فيني هم ضغط يعني بلش ما اقدر اكل الاكل الثقيل. بسم الله عليك حبيبتي. يا بعد قلبي انا بعد هوايتي الطبخ لا تحاتين. ما خير هالواحد يدش بهالمطبخ ويبلع بهالاكل وبتعليه ترتاح الواحد. يلا يمي خلي ابدل ملابسي واصلي ويلك ساعدك حبيبتي. اخذي راحتك يا قلبي بيت بيتك ما قصرتي عسى بيت عامر ان شاء الله. يلا يلا الله يخليك دخر. الو شلونك يا بعد عمري؟ بعد عمري مره واحده ترى انا ما اعبر على هالحكي من هني ورايح ماكو غير هالغزل. الله يخليك لي ويحفظك يا ابو عيالي الغالي. انت ايش كنتي قاعده تسوين؟ ابد ولا شيء. اسوي الغداء سويت لك مرقوقه اللي تحبها. احبها وبس احبها واموت عليها وما ودي تفارقني لحظه واحده من حياتي. ولا كل هذا حق المرقوقة؟ لا ولك انت بعد. يلا حبيبتي مع السلامة. مع السلامة. لموتة يعني لموتة لموتة كذي أظل بقلق بدري بتجنني. شنو يعني لا ليلي ليل ولا نهاري نهار؟ معقول اللي قاعد يصير فيني هذا؟ بتطلع لي قرون هذي. شلون حتى نوم ما كنت أعرف أنام؟ شلون؟ شو أسوي؟ تبي تدمر حياتي بدرية، تبي تدمر حياتي.
ما عليه حبيبتي لا تتضايقين، ترى كله شعر وبيطول يعني. حط لك خلطات ويطول لا تحاتين حبيبتي انت. انت شو مسويه بشعرك ومقرطفته كذي ليش؟ صايره كأنك بيبي متو. وانت ايش عرفك بالقصات؟ اصلا كل البنات هابين كذي. حبيبتي القصه هذه حق المزايين مو حق وحده حواجبها كأنها غوريلا وجسمها كأنه بونوكيو. انت هي هي ما بقى الا انت بعد تعلمينا بالقصات والموضه انت وشعرك اليابس. وانت عيوني ليش ما سويتي نيو لوك ولا خلاص؟ قطعت الياس من كل شيء. إنا لله. الله يصبرني على هالمرة. امشي يما امشي خلنا نرتاح من هالأشكال. امشي أشو القصة والله تنبي بمتو على كتر. استغفر الله. واي لجيتي مخي بهالدكتور. ما عندنا سالفة من الصبح غيرها. ما مليتي؟ لا طبعاً أكيد ما مليت ولا راح أمل. أصلاً هالدكتور إذا أنت شفتيه وقعدتي معاه وتكلمتي معاه راح تعرفين شنو أقصد. زي متى؟ لمتى خاشت عني؟ خلنا نشوفه يلا. إيش تبيني أسوي يعني؟ أنت مو تقولين إنه هو دكتور يسوي البشرة ما إيش يسوي؟ دكتور جلدية. اللي هو أنا هالفترة بشرتي تعبانة فأحتاج إني أعالجها، فهذا عذر إن نروح نشوفه. يما 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 منك عاد. دقيقة نطلع خلتك على فهد. لا خلنا دقين على منو؟ خلنا أقول له إنه بنروح. وين نروح بكيفك هو؟ ترى هذه عيادة هذا الدكتور عندهم مواعيد مو بكيفنا إحنا. شفتش اليوم مسكرين؟ بس أكيد نروح له بعدين. إن شاء الله بنروح له. اوكي بشوف انا هذا دكتور باسم اللي ذبحتيني فيه. ملقوفه ملقوفه. دكتور هذه اختي الهام اللي سولفت لك عنها. اهلا وسهلا الهام. هلا فيك دكتور شو اخبارك؟ شو مسوي؟ ومبروك على الزواج. الله يبارك فيك. بس راح قلتي لنا متى؟ ايش تبين انت؟ يا امس دكتور وابتسام ما عندها سالفه غيرك انت. لجت مخي ايش فيك؟ وانا صاجه ما شفت. امباي. الهام جايه تبيك تشوف بشرتها اذا محتاجه شيء. اي صراحه دكتور بشرتي هالفتره وايد تعبانه، وايد تشوفها جافه. شوف تعال خليني اشوفها. لا لا مو لهالدرجه لا تكبرها دكتور. ايش فيك يعني؟ بس اكتب لي وصفه مرطب شيء. حاضر ان شاء الله. ايش تبين؟ لسانك طويل. تفضل. اي مشكور. أنا أقول إيش رأيكم تيون عندنا الويكند شاليه منها غير جو ومنها نعرف عائلتين على بعض. ترى دائما أنا الوالدة أروح بروحنا على الشاليه وإذا جيتها وايد استمتع بوجودكم. إن شاء الله يصير خير. يلا عن إذنك يعطيك العافية. حياكم الله. مع السلامة. إيش وين أنت والناس خليك عاد. إيش تبين؟ بشوف بسولف بتعرف أنا. مع السلامة. يلا مع السلامة دكتور. مع السلامة حياكم الله. انت رديت لنا؟ ليش؟ وانا خليتكم. اخ يا روان لو تدرين ايش صار لي. يا ليتني ما رحت. بس الواحد شي يقول؟ حسبي الله عليك يا زيدته. نسيت هالجميل هذا. نسيت اللي من لحمي ودمي بس
الحمد لله ربي شال هالغشاوة من عيني وخلاني أعرف الصح من الغلط. وعد من يوم رايح ما راح أخليكم بروحكم وما راح أسافر ولا مكان إلا وريلكم على ريلي. أفا ليش كل هالدموع؟ أبالي بتروح لهم وبتنسان. قاعد أقول لك أنا طلقتها خلاص ما في شيء بيني وبينها. مبروك تحام. الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب. هذا أحلى خبر سمعته من يوم توفى ولدي. أنا عندي كان ولد مثل القمر بس مات الله يرحمه. الله طاح من التريشة ومات. الله يعوضك. شوفي أنا هكتب لك مكملات غذائية وإن شاء الله تقومي بالسلام. إن شاء الله. بس تمشي عليها بانتظام. شكرا دكتور. دقي على فواز بشري. لا يما انا بروح له بنفسي واقول له. حبيبتي الله يعوض صبرك خير. امين يا رب. عيال خلا وصلت البيت وتالي انا اروح ابشره. يلا مشينا. زين صار على البيت رمي فيها. اعطتنا 10,000 دينار زياده مو حنا ولا فيها. بلى. اي 10,000 دينار والله حنا ولا. صح. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام. زين خلاص خلنا الحين شوي و ان شاء الله طال عمرك تامر. خير بدريه في شيء؟ اي في شيء تعال قعد. خير؟ انا توني راده من الطبيب انا وامي والدكتوره قالت لي اني حامل. كان الخبر ما عجبك؟ لا مو ما عجبني بس قاعدة حاتي غصون. انت عارفة انا قلت لها ان زواجي معاك بس على الورق يعني فشو راح تتقبل انك حامل؟ انت لهالدرجة خايف على زعلها؟ ايش بتسوي غصون يعني؟ تعصب شوي وبترضى. لا لا مو موضوع اني خايف على زعلها ولا شيء بس هذه غصون مو سهلة. هي صايدة علي تصوير فيديو وانا مرة كنت اكلم واحد من ربع. فهو يشتغل بالوزارة وانت عارفة لزوم الشغل وكذي فأنا عرضت عليه يعني مبلغ وهي مصورة هالحكي كله في فيديو فهي تحسبها انها هي رشوة وقاعد تهددني وأنا ما خلق مشاكل. فهمتي؟ صدقها المرة هذه مو طبيعية يبيلها طب نفسي. في وحدة تهدد ريلها عشان يتم معاها؟ الحين شو بتسوي؟ والله انا اللي غلطت اللي تزوجت هالغصون هذه وقاعد ادفع ثمن هالزواج التعيس هذا صراحه. كلنا غلطنا وقاعدين ندفع الثمن. انت متخيل الحين بينا ياهل ثاني بيبي صغير؟ الله بيعوض صبرنا. وانا نذرت ان شاء الله اذا ولد بسمي مشاري. ان شاء الله خير. انت الحين ايش ناوي عليه؟ قاعد افكر اني ارد البيت واعزمها على مطعم وافاتحها بالموضوع اذا تقبلت زين على زين اذا ما تقبلت بعد لا حول ولا قوه. اشتو وليش مطعم ان شاء الله؟ لان اذا قلت لها بالبيت احتمال تذبحني انا وياك تعرفين اخوانتي. هم صادق صح؟ ايه مو صاحيه. اي والله تلشنا. ماشي ماشي كاتا وانا وصل البيت. ايه يلا يلا شوي ودك باي. هذا ايش فيه يمر ما يسلم علينا؟ عادي لا يسلم امشي امشي. شنو ما يسلم؟ سلام لله خلي استحي على وجهها من زينه. امشي دشي البيت ايش فيك؟ يران احنا استحي على وجهك. تصرخين علي خلي الادب.
عذاري مبارك يلا يما تعالوا عشاء. فواز غصون يلا تعشوا ويانا. لا يبا بالعافية، أنا غصون بنتعشى برا. صج؟ إي بصج، قومي بدلي بسرعة يلا. إن شاء الله. آه شوي 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 شوي. عذاري يلا يما. غصون ودي اكلمك بموضوع، اتمنى ان تحكمين عقلك وما تفضحينا قدام الاوادم. ها انت مو جايبن هني الا ان عندك مصيبه صح؟ لا مره قلت لك لا تفضحينا قدام الاوادم، انا بالبيت قادر اتفاهم معاك، قلت اجيبك نغير جو واكلمك. قول اسمعك ايش عندك؟ بدرية حامل. لا 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 غصون الله يخليك لا تفضحينا قدام العالم. الله يخليك الله يخليك، ترى بدرية تم زوجتي يعني، واللي صار بيني وبينها شيء طبيعي. طبيعي بعينك ان شاء الله، انا بعينك انت وياها الله ياخذكم انت والاثنين. ياي تقول لي بدرية ان حامل يلي ما تستحي وتفلسف وتقول انا بدرية ما راح اسامحها، اكيد ما قدرت تقاوم جمال هالفستان صح؟ انت من صدقك؟ قصري حسيت يا مرة فضحتينا. فضحتك؟ خلاص حما بعينكم وتفلسف وتقول ما راح اسامحها وما راح اخليها. هين اراويك انت وياها. يبا ما يصير الا اللي تبينه. خلاص يبا اذا انت تبين تتم هي ببيتي وانت روحي بيتك، وي يوم عندك يوم عندها، ايش رايك؟ لا والله طبعا انتم هذا اللي تبونه، تبون توخروني بس لا، انا قاعده على قلوبكم انت وياها. اوكي أنا راويك أنت وياها وما راح أخليكم، أنت تتفلسف علي والله بدرية وبدرية ويا ويلها مني أتراها كذي. حين إذا ما قعد لكم قعدة أنت وبدرية قول أنا ما أفهم. حين أنا راويك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش فيها هذه؟ يبا ايش فيها هذه كسرت البيبان؟ خلوها يبا خلوها، ما نخلق مشاكل، خلوها بحالها. هي درت؟ ايه درت. زين وشنو ردت فعلها؟ شوفت عينك. انت شنو ما قلتي حق العيال؟ لا ما قلت لهم. ليش؟ قولي لهم خلي يستانسون. انا حامل ان شاء الله قريب اجيب لكم اخو او اخت. صد؟ حياتي والله. زين ايش حقه ما تلموني بس امكم يعني. تعش يلا تعش. يلا كملوا عشاكم. Thank you.
عجبتني. نفس اللون. عليك الرحمن الرحيم، ليش تبكين؟ دور ردي علي، ليش تبكين؟ ايش فيها اختك؟ بسم الله بسم الله. ايش فيك؟ هذا اللي اخذناه من الانستغرام والسناب واللي هالسواب اللي هابي لي فيها اليومين. حاطه صورتها بالانستغرام وماخذين صورتها حاطين صورة شادي. انت ايش بس سوالف انت؟ عداري حبيبتي ما يصير كذي، لازم يصير عندك ثقة. اي ما هي ثقة. وانا مدرسه كلها قاعد تضحك علي. لا حبيبتي انت ترى كله شعر وبيطول، نحط لك خلطات وما يصير الا الخير. حبيبتي انت روحي غسلي وجهك وبدلي ثيابك عشان تغدين. يلا. أنا شايف الفيلم من قبل. مسكين. لا حول ولا قوة إلا بالله.